اللهم لك الحمد، اللهم صل على سيدنا محمد. حياكم الله جميعا أخواني وأخواتي. الله عز وجل أمرنا بحفظ اللسان، وينطبق على هذا كذلك حفظ الأصابع والأقلام، ليس فقط يعني أن الإنسان يتكلم عن حفظ اللسان وينسى أنه لو غرد بأي تغريدة كذلك أنه سيحاسب عليها. كما نؤمر بحفظ ألسنتنا كذلك نؤمر بحفظ تغريداتنا عن معصية الله عز وجل. بل إنك أحيانا تجد في تنمر في وسائل التواصل، فتجد بعض الناس يدخلون على تويتر أو على حساب أحد الناس ويسبه ويشتمه ويتكلم عليه، أنت ستفلت منه اليوم، لكن غدا سيوقفك أمام الله عز وجل ويريد منك الحقوق. فهذا تصرفك نفس تصرف الإنسان الذي تلفظ على شخص وأساء إليه، فهو سيتوعده بأنه سيكون الحساب يوم القيامة. كذلك في وسائل التواصل وفي التويتر وفي غيره يجب علينا أن نعلم أن كتاباتنا وأن ملاحظاتنا سنحاسب عليها وسنسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. فحاسب نفسك يا عبد الله واتق الله، ولا تظن مدام أنه والله هذا في بلد وأنا في بلد ولا في مكان ولا في مكان ولا أنا أتكلم معه باسم مستعار أن هذا قد يعني ينجيني من المساءلة يوم القيامة ومن الحساب. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل عدل، وسيقتص الله عز وجل لكل مظلوم ممن ظلمه ولو بكلمة أساء فيها إليه أو سبه أو شتمه. أسأل الله العظيم أن يصلح القلوب وأن يؤلف بين القلوب على الحق وأن يصلح أحوال المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.